سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Oh, vous qui avez cru, ne faites pas de mon ennemi et du vôtre des alliés auxquels vous proposez votre amitié, alors qu'ils ont mécru à la vérité qui vous est parvenue. Ils vous ont expulsé, le messager et vous, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour vraiment combattre dans mon chemin et obtenir mon agrément, leur montreriez-vous secrètement quelque affinité alors que je connais ce que vous tenez caché et ce que vous révélez. Quiconque parmi vous le fait s'égare du droit chemin. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون S'ils parviennent jamais à prendre le dessus sur vous, ils vous seront des ennemis, lèveront les mains contre vous et feront usage de leur langue pour vous faire du mal, souhaitant vous voir apostasier. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير Vos proches parents ne vous seront pas utiles au jour de la résurrection, pas plus que ne vous le seront vos propres enfants. Allah seul, ce jour-là, vous départagera. Allah voit tout ce que vous faites. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ومما تعبدون
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Vous avez un exemple édifiant en Abraham et en ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. L'inimitié et la rancœur sont désormais et à tout jamais entre nous, tant que vous n'aurez pas cru exclusivement en Allah. À l'exception de ce qu'avait dit Abraham à son père, j'implorerai en ta faveur le pardon d'Allah, mais je ne pourrai rien faire pour toi contre la sentence d'Allah. Seigneur, c'est à toi que nous nous en remettons, c'est auprès de toi que nous nous repentons, et c'est vers toi que sera le devenir. Ô
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour les mécréants. Pardonne-nous, car tu es le Tout-Puissant, le Sage. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Vous avez en eux un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier. Quiconque cependant se détourne doit savoir qu'Allah est celui qui se passe de toutes choses. Le digne de toute louange. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير. والله قدير. والله غفور رحيم والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله قدير والله غفور رحيم والله غفور رحيم Peut-être qu'Allah établira des liens d'amitié entre vous et ceux qui parmi eux étaient vos ennemis. Allah est omnipotent et Allah est absoluteur et tout miséricordieux. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم لا
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Allah aime ceux qui sont équitables. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion, vous ont chassé de vos foyers ou ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont eux les injustes. Ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن
تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Oh, vous qui avez cru, quand des croyantes viennent vers vous en émigrés, mettez-les à l'épreuve, car Allah en sait mieux sur leur foi. Si vous les avez trouvées vraiment croyantes, ne les rendez pas aux maris mécréants. Désormais, ni elles ne seront plus licites pour eux, ni eux ne seront licites pour elles. Mais rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme mar, dot. Il n'y aura alors aucun grief contre vous si vous les épousez en leur versant à votre tour leur mar, dot. De même, ne conservez pas les liens du mariage avec les mécréantes. Réclamez à votre tour ce que vous avez dépensé comme mar, dot, tout comme les maris mécréants le réclament. Tel est le jugement d'Allah qui décide entre vous. Allah est omniscient et sage. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا فَآتُوا
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Si certaines de vos femmes fuient vers les mécréants et que, lors d'une riposte victorieuse, vous preniez possession d'un butin, donnez à l'heure à ceux que leurs femmes ont fui, prélevez sur ce butin le mar, dot, qu'ils avaient versé, et craignez Allah en qui vous croyez. Ya ayyuhan nabiy, iza ja'aka al-mu'minat yubani'nak. Ya ayyuhan nabiy, إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين لا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف يفترينه بين أيديهن وأرجلهن
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. Ô prophète, quand les croyantes, par un serment d'allégeance, viennent jurer devant toi qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront point, ne commettront point la fornication, ne tueront point leurs enfants, n'attribueront pas mensongèrement à leur mari des enfants adultérins, ni ne te désobéiront en ce qui est convenable. Alors, accepte leur allégeance et implore pour elles le pardon d'Allah. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ya ayyuha alladhina amanu la tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim. Ya ayyuha alladhina amanu la tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens qui ont provoqué contre eux la colère d'Allah, qui désespèrent de l'autre monde, comme les mécréants désespèrent du retour à la vie de ceux qui sont dans les tombes.